ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على مرض اسمه الشره العصبي او النهام العصبي او البوليميا. المرض ده مرض نفسي له علاقة بالاكل، يعني الشخص بيبقى عنده المرض ده بياكل بكميات كبيرة جدا، وبعد كده بيبقى في مرحلة تفريغ او غير تفريغ، يعني مرحلة انه الشخص ده بيبطل ياكل خالص او بيحاول يتخلص من الاكل اللي كله بشكل سريع جدا عن طريق قيء او استخدام حبوب بتسبب الاسهال، ودي بنسميها التفريغ. وده اكتر الحالات من انواع البوليميا، بنسميها بوليميا تفريغية. وفي بوليميا غير تفريغية، وهي عن طريق انه الشخص بتوقف عن الاكل تماما، يعني صيام لفترة طويلة جدا بعد الاكل بكميات كبيرة جدا. في الحالتين الوضع ده وضع صعب وبيسبب مشاكل كبيرة جدا للشخص اللي عنده البوليميا، لأنه ده بيسبب أعراض وأمراض تانية، مثلا بسبب القيء المتكرر المفروض على الجسم، بسبب مشاكل في المريء، ممكن يسبب تآكل في الأسنان بسبب الحمض اللي بيطلع كل مرة مع القيء، مشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل في الهضم وهكذا. طيب ده بيتعمل لأنه بيكون في أسباب معينة، منها أسباب نفسية، أسباب ضغوطات من المجتمع لفقدان الوزن بشكل كبير، ومعظم الناس اللي عندهم الحالة دي فعليا بيكون وزنهم في الرينج الطبيعي. السيدات أو النساء معرضين أكتر إن هم يجيلهم 9 مرات أكتر من الرجالة المرض ده، و وللأسف معدلات الوفيات منه بتكون حوالي 3.9 أو 4%، ممكن المرض ده يسبب الوفاة. العلاج بتاع المرض ده بسيط جدا، هو عبارة عن هو بنسميه العلاج المعرفي السلوكي الـ Cognitive Behavior Therapy، وهو إنه الشخص يبقى على علم بكميات الأكل اللي بياكلها وإزاي يظبطها، لأنه فقدان الوزن بيجي مع فترة من تظبيط الأكل، وطبعا مع ممارسة الرياضة المعقولة كل يوم، بسبب بدون وجود أي ضغط نفسي أو مشاكل ممكن تسبب أمراض على الجسم. وبنسبة 40-60% من الناس اللي بتقوم بالعلاج ده بيتحسنوا، بتروح الحالة دي تماما. طبعا في برضو مضادات الاكتئاب ممكن تتاخد في حالات متقدمة من المرض ده، بحيث ان هي تساعد مع العلاج المعرفي السلوكي اللي بيقوم بيه الشخص، وطبعا بتتحسن الحالة. شكرا، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.